أنا لاعب مصطفى أبو كويت، لاعب منتخب فلسطين الأولمبي، نادي هلال القدس. طبعا احنا بشرفنا كلاعبين انه نلعب مباراة في مناسبة يوم الأرض بتاريخ 30/3 ضد المنتخب المصري. هذا شرف إن كلاعبين انه نلعب ضد أبطال أفريقيا، ونفس الإشي برضو شرف لجميع اللاعبين اللي بشارك والوقع عليهم اختيار من ضمن المدرب مختار التلتيلي انه يشرفوا الكرة الفلسطينية. وانا بدعو كلاعب جميع الجماهير مؤازرة المنتخب، وان شاء الله ان شاء الله نقدم مستوى يليق بالكرة الفلسطينية ان شاء الله. انا اياس سعيد وهدان، صاحب لمصطفى ابو كويك، لاعب منتخب الشباب الاولمبي الفلسطيني، وبتمنى له النجاح والتوفيق مع لعبته مع المنتخب المصري اللي هو جاي عندنا ونستضيفه بكل فخر واعتزاز، وبتمنى انه يشد حاله ويضل زي ما عهدناه وعرفناه زي دائما، ومدافع شرس، وبتمنى له التوفيق وان شاء الله التوفيق والنجاح. انا ام اللاعب مصطفى ابو كويك في المنتخب الاولمبي، وان شاء الله يا رب ينجحهم، ومعهم مباراة مع مصر 30/3 إن شاء الله، والله ينجحهم. موقفي كأخ وصديق بحث بشجع مصطفى أبو كويك على إنه يبذل قصار جهده في لعبة المنتخب مع المنتخب الشقيق المصري بطل أبطال أفريقيا، وبتمنى إنه ينقل صورة حلوة عن منتخبنا وعن الكرة الفلسطينية. أنا شقيق اللاعب مصطفى أبو كويك، واتمنى لهم التوفيق في لعبتهم مع المنتخب المصري الشقيق، والتوفيق له لزملائه في المنتخب، وانا بتمنى له يشد حاله هو وباقي زملائه على تشريف الكره الفلسطينيه.